مشاهدينا لسه مكملين معاكم، ووصلنا لوقت الغدا وفقره مطبخ هو وهن. النهارده بنعمل اكله جميله جدا وسهله وبسيطه وكل البيوت المصريه بتحب تعملها لانها سهله جدا. هنعمل النهارده كفته مشويه بطريقه مختلفه مع ضيفتي اللي منوراني. ضيفتي النهارده زينه احمد. ازيك يا زينه؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ احنا زي ما اتفقنا ان كل البيوت المصريه بيحبوا الكفته. طبعا احلى اكله واسهل الحاجات أكلة المشويه، واللحمه المفرومه موجوده عندنا كلنا طبعا في الفريزر. طبعا قولي لي الطريقه اللي هنعملها بيها عشان تطلع مختلفه وتطلع زي بتاعت بره بالظبط. هو بصي، هي مش ما فيهاش اي افتكاسه خالص، هي سهله جدا بس بتطلع زي بتاعت بره بالظبط. طب يلا نقول المقادير وبعد كده نبدا مع ايه اتفضل. بالخطوات مع بعض. طبعا معانا نص كيلو لحمه مفرومه. أيوة. وطبعا معانا ملح وفلفل اسود وبابريكا علشان لو هنعمل الطحينه بقى، وبيكنج باودر. بيكنج باودر زي الجداد جديد بقى. تمام. علشان تخليها هشه. طب حلو. وطبعا البهارات بتاعتنا لو موجوده، لو مش موجوده بهارات اللحمه العاديه او بهارات الكفته. وميه بصل طبعا وتفل البصل. حلو قوي. يلا نبدا بقى نعمل مع بعض اول خطواتنا عشان نوصل ايه الكفته الحلوه اللي انا هدوقها النهارده. لا هتعجبك. عايزاني اساعدك في حاجه؟ اقلب معاكي. جدا شكرا. يلا. انا بشوف ان الكفته من الحاجات السهله جدا، لان برضو ممكن نعملها لاولادنا في اللانش بوكس الصبح في المدرسه، لان طبعا بياكلوا على الساعه 1 وده طبعا بيبقى ميعاد غدا. بنعملها في سانشات فينو بتبقى حلوه، بنعملها لوحدها بتبقى حلوه. هي المفروض انها بتتجهز في ثواني، فدي احلى حاجه في الكفته. هنحط طبعا مع بعض زي ما انت شفتي الملح الفلفل الاسود. هنحط دلوقتي الملح. تمام. ودي البيكنج باودر. بيكنج باودر بقى هنا بيعمل ايه؟ وفي ناس تقول لك انا عشان تخليها هشه. تمام. وتبقى مديها المطه كده، دي اللي هي بتاعه الكفته. لما تخش اهم حاجه في الكفته اصلا ان انت تعجني كويس. او تحطيها في الكبه لو متاح، يعني باللحمه كمان، اللحمه كلها مع بعض بكل المقادير اللي موجوده. هنا نحط البهارات بقى، البهارات الكفته. تمام. انا بشوف برضو يا جماعه ان البهارات بتاعه الكفته بتدي أو بهارات طبعا اللحمه نكهه حلوه جدا، بتدي الطعم كمان بتاع كفته الحاتي او الكفته اللي احنا بناكلها طبعا بره. تمام. نعتاد ان احنا نطلبها على طول، فاحنا طبعا هنستغنى عن كل الحاجات الخارجيه او الاوردرات اللي بنجيبها او الاكل الخارجي. لا لا. ونعمل الكفته في البيت بيتي كده تبقى جميله طبعا. ايه ومضمونه في البيت طبعا، احسن من بره بكتير من غير اي اضافات كده خارجيه. يلا بقى مع بعض. تمام. احنا كده خلصنا، ندخلها كويس جدا. في ناس بقى زينب بتقول لك انت ممكن تعملي اللحمه دي يعني تتبليها او تحطي التوابل بتاعتنا وتحطي البصل وكل حاجه وتحطيها في علبه وتعمليها بصوابع كده وقت السوا. بالظبط. ممكن اللحمه تتاثر او تحمض او تبوظ في الثلاجه، ولا احنا ممكن ندخلها الفريزر على طول في اكياس صغيره؟ اني ادخلها في الفريزر في اللي هي الاطباق اللي هي اللي هي اللي بتحط في الفريزر. اللي هي الاطباق الفل العاديه. بالظبط كده. ونعملها بورق استرتش زي ما كلكم عارفين. انا بشوف ان احنا نعمل على قد الوجبه، او لو احنا هنعمل مثلا 70 حد عنده مثلا طفل او طفله في المدرسه، نحط في كيس صغير على ونكون متبلينها، نطلعها او من بالليل ومن الصبح ممكن نشويها على طول، ما بتاخدش 10 دقائق. بالظبط كده. طيب احنا طبعا احنا محتاجين ميه البصل والصلصه والزيت كمان. ليه بقى؟ هنحتاجه واحنا بنسوي. حلو. هندهنها كده على ال. طيب ندهن مع بعض وبعد كده نكمل. اهم حاجه بقى في الكفته التسويه ان يكون الفرن متجهز قبلها، يعني متجهز قبلها بفتره ويكون سخن جدا. دي من الحاجات المهمه جدا. يعني برضو احنا بنقول دايما في فقراتنا في هو هنا فقره المطبخ ان دايما من سوى الاكل ومن ان طعمه او جودته تكون كويسه ان الطاسات لما بتكون على النار تكون سخنه. احنا كمان النهارده لما حاولنا ان احنا نشغل الفرن قالت برضو نفس النصيحه ان احنا لازم الفرن يكون سخن وشغال ودرجه حرارته تكون عاليه جدا. يعني مش هتغنيكي عن ان انت تعملي الكفته دي على الجريل فوق او كده. حلو جدا. درجة الحرارة بقى اللي هي ممكن نعمل فيها الكفتة. ليه؟ ناس كتير قوي بتتلخبط. يعني على حسب الفرن. زي الكيكة كده ممكن تقول لك 220 180 عاملها عالي قوي عاملها واطي قوي. فقولي لي درجة الحرارة الصحيحة اللي احنا بنسوي فيها الكفتة وتطلع زي ما بنشتريها من بره. هي أهم حاجة درجة الحرارة كل بوتاجاز طبعًا. بس ليه بتبقى عالية 220؟ يعني ده آخرها مثلًا. طب حلو جدًا. عايزين بس نعمل حتى أربع صوابع. مفيش مشكلة. وبعد كده إيه؟ مفيش مشكلة. هو طبعا كل ما تتعجن كتير كل ما يبقى أفضل.
حلو. يعني كل ما الانسجه كلها تخش في بعض ويا سلام لو بقى باتت من بالليل بقى. كنت لسه هقول لك انت من مدرسه التتبيل الحاجه من قبلها بيوم؟ انا كده، سواء الفراخ او اللحمه او اي حاجه، التوابل اضافتها او البهارات او ميه البصل او البصل لما بنضيفهم على الفراخ او اللحمه ده بيفرق في الطعم او جوده الاكل؟ طبعا. يعني انت رايك ان احنا نعمل الكفته دي او نتبلها؟ اه دي حاجه ثانيه. احنا نتبل اللحمه من قبلها بيوم عشان برضو الناس اللي بتشوفنا النهارده. بالظبط. هنحط بقى الزيت. بصوا بقى التركات الاخيره. دي زيت بقى على ميه بصل. بالظبط كده، علشان برضو يبقى لسم. احنا بنزود نسبه الدهون. انا عايزاك بس تجيب على ميه البصل عشان هي مش معلقه، هي ربع طبق تقريبا. احنا بالزبط. عاملين فيه ميه البصل. بالزبط. ميه البصل ما ضفناهاش على اللحمه اثناء خلطتها بالبهارات او بالبصل نفسه، لا احنا سيبنا او استبعدنا ميه البصل ونحطها دلوقتي ايه بالفرشه. يعني انت حطيت شويه صلصه وميه بصل وايه تاني؟ دي زي تذكيره كده. وشويه زيت. بالظبط. تفرق بقى زيت زيتون زيت عباد شمس. احنا طبعا مش هنحط توابل او اي حاجه لان احنا اوريدي حاطين توابل، حطينا كل حاجه. بالظبط كده. ممكن نزود بقى تاني؟ ما احنا هنعمل كده بس عشان الكمية بس قليلة. انا بقى عندي ايه، عارفة اللي ايه، كل ما تضيفي حاجة اكتر تديكي طعم احلى. يعني انا لو انا دلوقتي بعمل كده ادلقها كلها على طول في الصينية؟ لا لا لا، مش لازم. لا مش يعني. لازم. لا احنا بس بنديها كده زي عشان تديها زينة. بس تمام. زينة النهاردة احنا كنا بنتكلم عن الاكتئاب، وانا شايفة ان ناس كتير قوي لما بيبقى عندها اكتئاب وبتيجي تتخلص من الاكتئاب، شريحة كبيرة جدا مننا سواء رجالة او ستات بيتخلصوا من الاكتئاب بالايه؟ بالاكل. انت رايك في القصه دي؟ اكيد في ناس كتير كده. كتير جدا. انت لما بتبقي عندك اكتئاب بتعملي ايه؟ لا انا مش من طبعي ان انا اما بيجي لي اكتئاب ان انا اكل. بتعملي اكل؟ بعمل اكل بس كده، او ما اعمل كيكه، اعمل محشي. ده بيخرجك من المود جدا. طيب عشان كلنا طبعا لما بنيجي نحب الكفته او بنطلب كفته لازم نعمل جنبيها طحينه. النهارده هنعمل طحينه بيتي سهله وبسيطه. بالزبط. وكل البيوت المصريه اكيد عندها البرطمان الطحينه ده في الموجود في الثلاجه، فاحنا دلوقتي بنعمل التوابل بتاعته او بنجهز الطحينه للاكل على طول. حطينا طحينه، وايه تاني قولي لي بقى التوابل؟ ملح وفلفل اسود، وطبعا احنا محتاجين خل وميه. في خل موجود عندك وفي ميه، في كمان ميه عندك. هاتي بقى. احنا بنخليها ايه، تبقى الصوص بتاعها تقيل شويه، مش تقيل قوي عشان تبقى ايه القوام بتاعها يبقى حلو. مين اللي حببك في المطبخ يا زين؟ انا بصراحه كنتش بعرف اطبخ اصلا. بعد ما اتجوزت بقى ابتديت ان انا ايه ادخل المطبخ وايه يعني واشوف الدنيا عامله ازاي بقى. كنت الاول عملتي بقى صفحه وبقيتي تنزلي وصفات والكلام ده؟ لقيت، قلت اكيد في ناس زيي. لقيتي في اقبال بقى في الموضوع وبتنزلي وصفات؟ هو في الاول بصراحه لا. بس انا تعبت جدا لحد ما وصلت يعني الفولورز دول والناس اللي بقت بتسالني، ويعني كنت ببقى فرحانه جدا لما حد بيسال. طبعا اكيد اكيد لما بتشوفي نجاح او بتشوفي اقبال على حاجه انت بتعمليها او محتوى كويس انت بتنزليه او محتوى مفيد للناس، فده طبعا اكيد بيفرح. طبعا. طيب ايه اكتر اكله اللي جابت معاكي ريفيو حلو او ناس كتير يعني ابتدت تسالك عليه؟ الكفته والباستا اللي هي المكرونه البشاميل. بتعمليها حلو؟ كنت الاول بعملها اللي هو ايه ده تحفه جدا، دلوقتي بقت بقى عدت مرحله التحفه. انت كده هتفتحي نفسي على انا لسه واكلها امبارح، لسه عاملاها امبارح. اكيد هعمل لك واجيبها لك لحد عندي. حبيبتي تسلمي لي. طيب احنا بنتكلم النهارده عن المكرونه البشاميل اللي انت اكتر من الاكلات اللي جابت فولورز عندك او يعني ناس كتير ابتدت تسالك وجابت لك لايكات، وناس كتير ابتدت تتساءل في ده. بتعمليها زي المكرونه البشاميل البيتي بتاعتنا البلدي بتاعتنا اللي احنا معتادين عليها ولا غيرتيها؟ لا انا مغيرها شويه. لان طب قولي لي بقيت تعمليها ازاي؟ بعملها بالصلصه يعني مختلفه شويه عن يعني انا على فكره بعمل مكرونه بشاميل حلو جدا. طبعا يعني انا من الناس العشاق المكرونه بشاميل، وبعمل كمان مكرونه بشاميل حلوه جدا. طيب. بتفرمي اللحمه عادي او بتجيبي لحمه مفرومه وبتعصجيها في بصل وبعد كده بتضيفي الصلصه والطماطم وتخليها على النار شويه لحد ما تتسبك مع بعض. وايه تاني؟ لا انا بحط بقى كمان على الباستا نفسها المكرونه بحط كمان صلصه. انا برضو بسيب شويه صلصه كده واعملهم على تكون فيها الصوص ده. ده بيبقى حلو قوي. وباخد بقى من الصوص نفسه الصلصه ده مع البشاميل، فاقوم عاملاهم مع بعض يعني يديها اللون البينكي ده شويه.
كلنا زمان طبعا عارفين او بنحب المكرونه البشاميل اللي احنا اعتدنا عليها بتاعه جدتي وجدتك اللي هي العاديه المكرونه البشاميل العاديه. دلوقتي الولاد كلهم واحنا كجيل جديد بقينا برضو نحب ان احنا ندخل الجبن في المكرونه البشاميل. ايه انواع الجبن اللي احنا بنحطها في البشاميل وتطلع في الاخر طعمها حلو؟ بصي انا بجيب ميكس كده موتزاريلا بقى على بارميجان على شيدر بيبقى كلها وبحط كمان نسبه منهم في الصوص. بتحطيها على الوش عادي بقى يا زينه ولا بتحطيها من جوه كده؟ ايوه على الوش جوه. وكمان بحطها جوه البشاميل طبعا بيديها طعم تحفه تحفه بيوديها في حته تانية فعلا طبعا. فحته اضافه الجبن دي برضو مهمه برضو من الحاجات الحلوه بس مش اساسي لان مش كل البيوت تقدر ان هي تعمل كده. وفي ناس كمان ما بتفضلش الجبن قوي ساعه الغدا يعني بتحب مثلا مكرونه بس باللحمه والكريمه عليها وبتستكفى كده. بالظبط كده. جميل جدا. ايه اكتر الاكلات اللي انت كانت صعبه عليكي قوي بقيتي دلوقتي حريفه فيها؟ حريفه بصراحه المحشي كان في تريكات كتيره جدا ممكن كانت تفرق في الطعم بالذات بقى سواء هنعمل ممبار كرومب محشي. فتحتي نفسي على فكره انا بفهم في الاكل جدا وبعمل خلطه المحشي جامده جدا. ايه بقى التركات اللي انت ممكن تضيفيها في زي ما احنا عارفين احنا بنشوح البصل في زيت وسمنه الاول بعد كده بنحط الطماطم والصلصه وبعد كده بنسبك وبعد كده نحط الخضره والمحشي الخضره والرز وبعد كده نحط الايه بالظبط البهارات والتوابل. اهم حاجه ان احنا نبيت الصلصه نبيتها في التلاجة. نبيت التتبيلة دي كلها في التلاجة بس من غير الرز طبعا. من غير رز لا. تمام. بتفرق معاكي في ايه يا زينة او انت حسيتي ايه الاختلاف بينها؟ بتخليها ان هي يعني بتشرب التتبيلة جدا لما بتيجي بقى تحطيها مع الرز تبقى غامقة بتبقى صلصة اتخدمت غمقة. بقى زي ما بيقولوا اتخدمت ده اللي فرق معاكي دي بتتفرق وكمان عشان نتأكد ان الصلصة دي ناجحة يعني عرفتها من كذا طبعا حد كده يعني نصيحة ان انت تحطي بعد ما تخلصي التتبيلة كلها تعملي كده بايدك تشوفي الصلصة دي لو لقيتيها نزلت وعملت زي خط كده مستقيم كده نجحت بجد. هروح اعمل محشي واعمل الخط المستقيم كده اشوف ايه تنزلي اشوف الاكل نجحت ولا لا. هتشوفي ان تلاقي الصلصه نزلت معاكي كده لتحت والحته دي كلها بيضه خلاص. جميل جدا. قبل ما نفتح بقى على الكفته انت من مدرسه الاكل القديم ولا الحاجات الجديده؟ لا الاثنين ميكس يعني. اكتر حاجه بتحبيها ايه؟ المحاشي وال بس اكل قديم يعني بتحبي الحاجات التقليديه العاديه التقليديه لان حسيتك انا كمان زيك بالظبط. طيب نشوف الكفته مع بعض عشان اوريها لكل الناس وادوق كمان الكفته بالطحينه الجميله اللي انت عملتيها. تمام. هنبتدي نقلبها ولا لا هي خلاص قربت يعني لسه يعني قدامها مثلا دقيقتين بالظبط. حلو جدا. طيب مين اللي شجعك ان انت يعني تدخلي قصه المطبخ وتبقي فود بلوجر وتبقي عندك مثلا فولورز كتير لما ابتديتي تعملي اكل وتتجوزي ولا انت مثلا حد شجعك؟ بالظبط انا ابتديت لما اتجوزت طبعا وطبعا بقى ايه ان انت طبعا في الاول ما بتعمليش اكل حلو طبعا. فالانتقادات السيئه هي اللي خلتني كده يعني انت جوزك خلينا نتفق ان جوزك هو من انتقاداته هي اللي شجعتك ان انت تبقي بصراحه لا مامته مامته كمان كانت بتنتقدك يعني كانت مثلا بتقولك ما بتعرفيش تعملي اكل الله يرحمه. طيب انت كانت بتقولك ما بتعرفيش تعملي اكل ولا انت اكلك ما كانش بيعجبك؟ اكلك ما كانش حلو ده كانت قبل بقى ما تتوفى كانت ما بتاكلش غير مني. يعني انت اتعلمتي عشان تبقي طبعا شاطره اتحديت نفسي اتحديتي عشان تبقي كمان شاطره في المطبخ. بالظبط. ولادك دلوقتي يحبوا اكلك؟ ما بيحبوش اكل بره. بتهزري والله. طب دلوقتي احنا بنشوف يا زينه ان في ولاد كتير قوي بياكلوا من اكل بره عرفتي ان انت ترضيهم ازاي وتلغي موضوع الاكل بره او ايه الاكلات اللي ممكن النهارده كل الامهات يشوفونا نبتدي ندخلها في البيت عشان ولادنا يستبعدوا الاكل بره؟ يعني انا ابتديت طبعا زي اي ام طبعا الكيكات في البيت والحاجات اللي احنا الحاجات البسيطه خالص بتاع زمان ديت بالناجتس بقى والستريبس الحاجات اللي بتعمليها في البيت بتطلع حلوه؟ هتقولي لي الطريقه. عايز اقول لك انا عامله برجر امبارح بيتي تشيكن برجر تحفه. طب خلاص والله هتقولي لي الطريقه لان انا عندي مشكله كبيره جدا جدا في الموضوع ده. انا ما بحبش اشتري حاجات من بره وفي نفس الوقت انا ما بعرفش اعملها في البيت. طب نشوف الكفته مع بعض بقى عشان نبدا بالكفته وبعد كده نعمل الحاجات الخفيفه زي التشيكن سترابس ونعمل الناجتس والحاجات الحلوه اللي كلنا طبعا ولادنا كمان بيحبوها. هي خلاص احنا ممكن في عندنا ما انا بدور عليها الهاند اللي هتلاقيها تحت هنا الحمراء كده هتلاقيها انا نفسي اتفتحت جدا يا زينه عشان ادوق الكفته بتاعتك. كمان ريحتها ما شاء الله جميله. في الكفته طلعت زي بتاعت بره بالظبط زي اللي بنطلبها من المحلات
وطبعا احنا عشان وقت الفقره يعني انا شايفه انها استوت، بس انتوا لو حابين انها تستوي اكتر او تتساب اكتر اه هي تتساب شويه اكتر يعني انا شايفه ان هي اه برده يعني لو فتحوا عليها برده الشوايه اللي فوق برده هتبقى هتدي إيه؟ لون. انا شايفه بص برده يعني الميزه اللي هي قالتها لي والتركه اللي هي قالتها لي ان هي لما ضافت البيكنج باودر خليتها عامله احنا هنحطها هناك تمام. خليتها ادت الشكل فعلا بتاع بره انها تبقى منفوشه شويه وفي نفس الوقت ايه هتبقى هشه واحنا بناكلها. زين احمد انت نورتينا النهارده وكانت فقره حلوه، ان شاء الله تنورينا في فقرات تانية ونعمل اكلات تانية مختلفه. حط بقى الطحينه مع الكفته هناك. حاضر. طبعا بص حاجات بسيطه وسهله وموجوده في كل البيوت المصريه، الجرجير الجميل اللي كلنا بنحبه مع شويه طحينه مع كفته مع العيش البلدي الجميل المصري اللي كلنا بنحبه وبيأكل يعني حتى لو مفيش كفته برضو بنحب العيش وبناكل بيه. زينة انت نورتينا ان شاء الله تنورينا في فقرات تانية. اشكرك جدا. شكرا مشاهدينا، كده فقرتنا انتهت وحلقتنا كمان انتهت. يا رب تكون ان شاء الله عجبت حضراتكم. استنونا وحلقات جديده من هو وهنا. اشوفكم على خير. الى اللقاء.